تحية طيبة إلى السيد وزير التجارة. حبيبي أنت شو مصعد الجام؟ شنو الفيلم؟ مو خلية ما مشمول بخلية الأزمة أنت؟ عمي كل إحنا حجرنا رواحتنا بخدمتكم خلية الأزمة، بس نريد ناكل شلون بالله؟ طولنا كمية مواد غذائية، اطب كل بيت 100,000 دينار. شاهد إذا ما نموت بالكورونا نموت من الجوع. عم الناس دخل محدود، عماله وسايق التاكسي وبالبلديه والفقراء وجماعه الرعايه الاجتماعيه، هاي الناس مين تجيب؟ انتم عن صدق تحجون؟ شو الدول الموبوءه كلها ما شاء الله مواد غذائيه وفلوس بالبطاقه التموينيه، والمعتقلين والسجناء فرغت ما شاء الله عندهم، واحنا شو ما ندري؟ وزاره العدل هم مغلسه. شنو الفيلم؟ مو هاي الناس هم تجمع، هذا يعتبروا خف تموت الوادم. مو تقولون ما قلنا لكم؟ قلنا لكم ماشي. وطوا وزير التجارة أطك البيت كل بطاقة 100,000 دينار عمي، وطوا مواد غذائية زيد المفردات، راح يتمدد الحظر كمين تجيب العالم ما أدري لي عمي. أطوا ما شهرين ثلاثة اللي قدام، خلي الوادم تاكل خبزة. راح مع الواديكم شاركونا الفيديو شو هاي، ما حد مسلط عليهم الأضواء. أدري إحنا قنواتنا شو تسوي، ما تقولون شو تسوي؟ لا حول الله عمي، شاركوا الفيديو راح مع الواديكم. ويد واحدة ما تصفق، باعوا إلا دق على رأسي يلا صفق. شاركوا الفيديو راح مع الواديكم. مستمرين وياكم خلال من تيجي للأزمة، احنا نحافظ عليكم ونريدكم ما تطلعون. ولو تدون أزمة فانسين، بس احنا حضرنا أمورنا فانسين وكل شيء حضرنا. وانا شاركونا البيت على الناس فيه. الدعم مستمر إن شاء الله. هذا راح مستمر. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم أفاد مصدر طبي بتسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في محافظة ديالى لرجل في عقده السادس من أهالي قضاء الخالص، وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لعائلة المتوفي. طبعا يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في العراق تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 20 حالة. وقالت الوزارة بأن نتائج الفحص ل 106 حالة أظهرت تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة موزعة بواقع 6 حالات في بغداد وحالتين في النجف وحالة في كل من كربلاء والمثنى وأربيل، بالإضافة إلى 6 حالات في السليماني، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في العراق إلى 233 حالة. نسأل الله الشفاء لجميع المصابين وأن يبعد هذا الفيروس عن جميع العراقيين. طبعا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخرت دعت إلى أخذ مخاطر انتشار فيروس كورونا بجدية بالغة، وأكدت بأن كورونا يمثل تحديا غير مسبوق وليس هناك وقت أمام الكوادر الصحية لتضييعه، داعية إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد على نحو صارم بإرشادات النظافة الصحية لحماية المجتمع من تفشي هذا الفيروس. أكدت بلاسخرت بأن المخالفين لحظر التجوال يعرضون أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم بأسره للخطر. طبعا بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق دعت إلى التعامل بجدية مع تهديد وباء كورونا في البلاد. البعثة قالت في بيان بأن الشعب العراقي يمر بمرحلة حرجة وهو يواجه أزمات غير مسبوقة، معبرة عن أملها بتشكيل حكومة تنال رضا الشعب لمواجهة التحديات الصحية والسياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وخصوصا ما يتعلق بانتشار وباء كورونا، داعية إلى التعامل بجدية مع تهديد هذا الفيروس في البلاد. وأعربت البعثة عن دعمها لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وأهمية امتلاك عملية سياسية قادرة على إصلاح العراق. معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. ألو أخويا، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
محمد عمر وياك تفضل. حياك الله اخوي عمر. حيا ودوم. احنا من بغداد بالنسبه للمعتقلين نعم حاليا اللي سجن الناصريه يعني هم هسه انا الحكومه من صليح الفيروس مال كورونا يعني زين هم ليش ما يطلقون يعطون عفو عام للمعتقلين الابرياء اللي هسه محكومين حاليا بالاعدام من دون ذنب ومن دون كل شيء، ياخذ من الشارع وحكومه، اي حكومه يا اخوي عمر؟ هاي احنا ما عندنا حكومه. احنا عندنا حكومه ايرانيه، عندنا حكومه مجوسيه، عندنا حكومه مجرمه، لا قضائيه، لا عفو للمعتقلين، لا عندهم يعني دمروا الزراعه، دمروا الشعب العراقي من شمال الجنوب. نعم. إذا يعني احنا هسه انا من هم يقولون احنا حكومه واحنا وكذا كذا، يعني اي حكومه هاي يا اخ عمر؟ اي حكومه يا اخ عمر؟ يعني احنا هسه انا عندنا الشعب العراقي مظلوم، احنا الشعب العراقي انظلمنا وتدمرنا دمار يعني من 2003 لحد هذا اليوم تدمر الشعب العراقي دمار يا اخ عمر. نعم. هم هسه من يصيح لك احنا واحنا حكومه واحنا كذا واحنا كذا، يعني أنا أشكر الأخ أبو علي البارحة من نينوى أو من ما يعني ما أدري ما أتذكر يعني من أي محافظة بسبب أن المعتقلين إيران مجوس خرس مجنين اللي دمروا الشعوب ودمروا العرب، يعني هسه أنا حاليا أنطوا عفو هم مجوس أنطوا عفو للمعتقلين وهم وتركيا أنطت عفو، يعني احنا ليش انا عندي اخوان اثنين معتقلين وليد وشقيقه باسم هذول اخوتي يعني اخذوهم من البيت من دون ذنب ومن دون اي شيء اخذوهم وحكموهم بالاعدام على ليش يعني شنو السبب هذه؟ شنو السبب اخ عمر؟ يعني انا اريد من منبركم الشريف واني اشكر طبعا قناه الرافدين الوطنيه اللي ما تحكي الا بصوت الشعب وبصوت المواطن وبصوت المظلوم، انا اريد من منبركم الشريف ان ترفع اصواتنا احنا اهل المعتقلين واهالي الابرياء للامم المتحده ولحقوق الانسان يا اخ عمر. نعم. يعني احنا هسه انا تدري انت اهل احنا يعني لو يعني انا لو عندي تصوير لأجيب لك التصوير مع سجناء أهل الناصرية، يعني بالله عليك بشهر الواحد والشهر الثاني هذا ذن الشهرين البشتة والبد القارص، يعني كل ثلاث نفرات يعني بالبطانية لو الباقين المعتقلين كلهم نايمين على الصفة والله عقوبة، ليش؟ شنو ذنبهم؟ لا علاج لا ملابس لا يخلون طب يطب عليهم لا ينطونهم أكل لا يعني زينين وياهم، ليش يا اخ عمر ليش؟ لا حول ولا قوة. وانا اخوتي يعني فوق ما حكموهم بالاعدام هسه حاليا متوليهم كتل يجلدون فيهم، ليش؟ اي حكومة هذه؟ شو وقت تم اعتقالهم شاكر؟ اخ عمر صار لهم اليوم بس 8 سنين او 7 سنين. 7 سنين. نعم نعم. وبدون ذنب والله يا أخ عمر، بدون ذنب وبدون من دون أي شيء، يعني حكم ظلم الظلم. هم وكلتوا لهم محامي؟ والله يا أخ عمر ما خلينا محامي، ما خلينا ما يعني ابتغينا ما خلينا محامي، ما خلينا ضابط، ما خلينا منتسب، ما خلينا أي مكان. نعم. وماكو من حد الآن ماكو يعني لكن يعني قبل مواجهة أو مواجهتين راحت الوالد هناك للمعتقل. نعم. وواجهتهم ولقت واحد من أخوتي جايبين إلها البطانية وحتى فاقد الوعي لا يقدر يتكلم، لا يقدر يسأل أخويا الوالد غير بس الدموع تكت. نعم. الله يعينكم. يعني أي على أرض. الله يفرج عنهم. والحج والله والوالده راسها صعدت تكتر يا اخ عمر. نعم. وانا اناشد من منبركم الشريف، اناشد كل شريف
سواء كان بحكم او كان خارج الحكم. اناشد كل شريف اني اناشد واناشد اهل الناصريه اهل ديغار واهل كربلاء والنجف والبصره الغياره، واناشد المتظاهرين انا اقول لهم اثبتوا اثبتوا ان النصر قارب وان النصر قريب، وان شاء الله ان شاء الله على دينكم وعلى دين قناه الرافدين منبر الرافدين ان شاء الله ان يطلقوا صلاح المعتقلين والابرياء. نسال الله ان يفرج، نعم نسال الله ان يفرج عن كل بريء، عن كل بريء معتقل. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم اخ عمار، رحب بكم قناتكم الكريمه، حياك الله يا اهلا. المفروض بالحكومه العراقيه ان وجدت حكومه المفروض تسوي عفو، ما نريد عفو عام على كل المعتقلين والمحكومين، على الابرياء اللي رايحين بمخبر سري او على هاي الاعتقالات الطائفيه اللي صارت بمناطق السنه. فهم احنا نعرف بالسجون منو موجود بالسجون، كلهم سنه. 80% من السنه المعتقلين هم ابرياء، اللي على مخبر سري واللي على اعتقالات عشوائيه والممرات الامنه اللي كانت تحكي بها قوات التخريب، قوات التحرير بالموصل وبصلاح الدين وبالانبار وبالصقلاويه وبغيرها. المفروض بيهم عفوا في سبيل يخففون على العبء اللي راح يصير على الحكومه واللي راح تتحمل الحكومه العبء الموجود، وهو هذا الوباء يا ستار، الله يحفظ العراقيين كلهم من هذا الوباء. المفروض بيهم عفوا عن الابرياء فقط، ما نريد عفوا على اللي تنظيم دوله او داعش او غيره، هذول خلوهم اعدموهم، بس اما الابرياء اللي صاعدين على شكاوي كيديه او غيرها المفروض يصير عفوا في سبيل حالتين، اولا يحافظون على ارواحهم، وثاني شيء هاي الكلفه اللي جاي تتكفلها الدوله عليهم من تغذيه ومصاريف واكل وشرب وغيرها، الدوله تقول احنا يمرون بازمه اقتصاديه، والحكومه مطلوبه 132 مليار للبنك الدولي، فالمفروض به هذا الاكل والشرب ماله كلها مصاريف عبء على الدوله. اطوا عفو اخوان، اطوا عفو على الناس وفرحوا العالم، خلي الناس تروح تحافظ على ارواحها وصحتها في سبيل ما ينتشر هذا الوباء، وهذا الوباء اذا انتشر الحكومه العراقيه ما عندها القدره، لا مستشفيات لا كوادر طبيه يعني تقدر تستوعب هاي الوباء اللي راح يصير ان شاء الله ماكو شيء. بس احنا نعرف ان المطارات اللي ظلت مفتوحه، مطار النجف ومطار بغداد انفتحت للحرس الثوري وللزوار الايرانيين وغيرها، اكو فيروس موجود بكل المحافظات بالجنوب وبغداد. فالمفروض الحكومه تصير واعيه شويه وتعوف هاي الطائفيه وتشوف ايران الحكم القمعي في ايران اطم عفو على 20,000، تركيا اطت عفو على 100,000 سجين في سبيل ما يعني ما عندها القدره ان اذا صار مرض بالسجون تتجه للسجون او تتجه للشعب. فالمفروض بالحكومة الطائفية العراقية تخفف على عبئها هي وتخفف على 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 اللي راح يصير بيها. احنا نعرف اكو كارثة الله يستر من عندها بسبب هذا الحكم الطائفي وهذا الناس الفاسدين اللي حكمهم العراق من 2003 لحد الان لا بنى مستشفى براسه خير ولا مستوصف، واحنا نعرف ان هذا حكم يعني محسوب على الاحزاب الاسلاميه اللي يقول لك حتى بالجنوب ما بنى مستشفى او مستوصف براسه خير في سبيل يقول لك يابا الحكم شيعي ومستفادين اهل الجنوب، هم اهل الجنوب ما مستفادين، اهل الجنوب كاتلهم الجوع والظلم والضيم وهاي الحروب اللي خاضتها الحكومه العراقيه مع الحرس الثوري كلها كانت محرقه لابناء الجنوب، واحنا نعرف شنو اللي في سبيل يحافظون على كراسيهم. اما اي انجازات من مشاريع من منشات من مصانع من غيره ما بنام بالجنوب، يعني الجنوب بعده نفس الحاله بالعكس اسوء من قبل 2003. فالحكومه بعدها مستمره بطائفيتها، حكم 17 سنه ما اطم عفو، عفو ما اريد عفو عام، عمي عفو بس على هذول الناس اللي كيديه واللي اللي دعاويهم لحد الان صاروا 8 سنوات مثل ما حكى الاخ. وبعد اكو اتعس، اكو دعوه ظل 6 سنوات ما محسومه امرها قضائيا، وين القضاة؟ حتى بالانبار وبالموصل وبصلاح الدين وببغداد، يعني هي اغلبيتها هاي المكانات، فلحد الان القضاة وينهم؟ وين الادعاء العام؟ القضيه ظل 6 سنوات على اي اساس تظل؟ شنو عندكم؟ هاي الرواتب جاي تستلموها القضاة ما شاء الله عليكم رواتبكم عاليه، ليش ما تحسمون القضايا الكيديه والعشائريه والنزاعات وغيرها وتخففون على ما موجود عليكم من عبء ومن مصايب راح تصير على راس الحكومه وغيرها. نعم.
أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. طبعا موقع المونيتور الأمريكي شكك بشأن فعالية القرارات الحكومية لمنع انتشار الفيروس بين العراقيين في ظل إعلان حظر التجوال لا سيما عدم إغلاق الحدود بشكل كامل أمام المسافرين. وقال الموقع في تقرير له بأن هناك من يرى بأن إجراءات السلطات الحكومية غير كافية بسبب ضعف الضوابط على المعابر الحدودية وعدم تأمين الأموال لدعم المؤسسات الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية خاصة في ظل عجز المستشفيات عن استيعاب أعداد كافية من المرضى وافتقار للمساحات الكافية للحجر الصحي. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك. تحية لك ولقناة الرافدين وسادة المشاهدين وأخونا صباح والله يعين أخونا شاكر ويصبر باقي الإخوة اللي عندهم سجناء ومحكومين. أخي عمر تعقيبا على كلام أخونا صباح، طبعا صباح يعني هو يعيش في بغداد، نحن في الخارج، وأخ شاكر يعني ينقلون لنا من بلدنا الحبيب العراق الواقع المرير. يعني تعرف أخي عمر مرجعيتهم السيستاني عندما يقول لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا، والآن أخ صباح يعني من بغداد وهو يعيش في الواقع ينقل لنا يقول إن السجناء كلهم سنة، أغلبيتهم سنة، فهنا يعني هنا تناقص شديد. مرجعيتهم يقول لا تقولوا إخواننا السنة، انتبه إلى الكلام، إذا كانوا هم يتبعون مرجعية، مرجعيتهم يقول لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا، فإذا نحن أنفسكم لماذا أغلبية السجناء من السنة؟ أنت تتذكر أخي عمر السجناء يوم أمريكان قالوا سننسحب، السجناء قالوا نريد البقاء في السجون الأمريكية ولا نريد أن يحولونا إلى المالكي، لأن هناك تعذيب شديد ويعني تعذيب شديد للسجناء. فيا أخي أنا التناقض الشديد، المرجعية إذن لماذا لا يخرج؟ لماذا لا يخرج؟ يعني دائما يقول مكتب السيستاني قال كذا كذا، وبعدين عندما كان هناك أموال يعني للوقف السني وللوقف الشيعي 98% للوقف الشيعي وفقط 2% للوقف السنة، فإيش هذا التناقضات؟ فأخي الكريم نحن عندنا إسلام واحد، إسلام الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الواقع العراقي المتتبع الأحداث السياسية في العراق يكشف لنا أن هناك تخلف وجهل ومرجعية متخلفة. عندما نقول إسلام، إمام علي كان يتحدث بأعلى صوته للصحابة، وإمام حسين كان جاء للدفاع عن المظلومين، فكيف يتبع فقصدي كيف يربطون نفسهم عقائديا بإمام حسين وهم يظلمون الناس؟ نعم. أبو عبد الله من لندن كان معنا، شكرا لك. أم أيمن من بغداد، تفضل يا أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي ابن معتقل مظلوم بسجن المطار. نعم. ابني بريء ما عنده أي شيء، وأخذوه بمكان واحد دفعوا فلوس المكانة وأخذوه ودبوه بالسجن، والقاتل والأهل الجريمة موجودين حاليا برا يتمتعون بحياة يعني مليئة بالرفاهة، وأني ما عندي بس هو هل وحيد، وأخذوه من عندي ودبوه مدى الحياة لا بها ولا عليها ورا 7 أشهر. صار لشقد معتقل ابني أم أيمن؟ صار لشقد معتقل ابني؟ وشنو التهمة؟ صار السنة التهمة واحد جاب وحدة يحبها وقتلها ودفنها. شون عيديها؟ واحد يحب له وحدة جابها وقتلها. نعم. شو له علاقة ابنك بيهم؟ ابني هو صديق له. نعم. الولد دفع الفصل وانطى الفصل والحكومة كلها صارت ضدي، لأن أنا مرة فقيرة وأرملة عندكم وأيتام دائرة بيهم، وأنا الوحيدة يعني شنو ذنبي؟ أنا خذوا ابني من عندي زين، وأبو الآن برا، وأهل الابني أخذوا 150 مليون فصل. مين أخذوا من عندكم؟ أخذوا من الولد اللي قتل. ها اللي قتل. نعم. اللي قتل يقولوا لي أنت ما لك أي دخل وابنك ما له دخل، زين إذا أنا ما عندي وابني ما له دخل ليش ما يطلعوني؟ ليش ما يطلعون ابني؟ يقول مني 10 ملايين يلا طلعون ابني، وأنا دوبني يلا عايشة. إيش حكم علي القاضي؟ عنده مرة
الاطفال وانا موظفه راتبي 400,000 دينار. نعم، ايش حكم القاضي على ابنك؟ وهاي الظروف الصعبه، وهسه ابني مريض ومعقوط بمطار بغداد. انحكم ابنك ام ايمن؟ حكم ما مدى، ولا قبله ولا شاهد ولا قبله وكل شيء، يعني ماكو حكم يجوبون واحد يذبونه مدى الحياه بدون كل شيء. نعم. وما عندي شكوى، المن اشتكي يا له روح الباب مسدود ابوكي. ايش قد انحكم ابنك ام ايمن؟ حاكمينه مدى الحياه. مؤبد. نعم. نسال الله ان يفرج عن كل بريء. ان شاء الله اذا بريء الله يفرج عنه. والله بريء وعندي مليون دليل بان هو بريء. وكلتي له محامي؟ وكلت له محامي، المحامي راد من 15 مليون، قلت له على نجاح الدعوه، وتالي المحامي صار ويا ذولاك وعاف ابني. يعني انت تقولين شالوهم من ذاك الشخص ذبوها براس ابنك. وذبوها براس ابني، وذبوها براس ابني ودفعوا وحتى دفعوا فلوس يا اخي، ما رجعت اقول دفعوا 90 مليون على مود يذبون ابني ورا 7 أشهر. نعم. اطلب من الله ومنكم بس تدعون علي وعلى اطفاله وعلى على براءته، والله بريء. نسال الله ان يفرج عن كل بريء. ام ايمن من بغداد، اخلاص من بغداد، تفضلي اخلاص. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدون زحمه، عندي اخويا مسجون بسجن المطار. نعم. وجايين اني يعني اهله بيعانون، اني بالنسبه لي انا ما رايحه كذا، بس زوجته تقول من يعني تروح تشوفه تواجهه، يقول الضباط يبزعون مواجهه يشلعون القلب. والله العظيم انسجن سجن يعني بريء، كل شيء ما مسوي، كل ما هنالك صديقه تاجر وده يمشي ويا صديقه، بس صديقه هذا التاجر تاجر مخدرات، صديقه التاجر دفع فلوس ومعروف كله زين، وجابوا اسماء، الاسماء لان هم بالدوله، لان هم بالدوله ها ما يقدرون يجيبونهم، وانا مسؤوله على هذا الكلام. زين اخلاص اخوش ما يعرف انه هذا تاجر مخدرات يمشي وياه؟ لا ما يعرفه. مو صديقه؟ صديقه اشتغل له، كان عنده شغل وياه. الشغل مو يعني الشغل مو كل شيء يعني نعم. مو كل شيء ام رجع لي. نعم. فهو صارت الشغله صارت وما بيها من اللزم التاجر طلع. نعم. لان دفع فلوس والتاجر معروف. نعم. التاجر معروف وكلها تعرفه، وجاب اسماء هوايه لاسماء عدم مسنوده من عندها ظهر بالدوله. واذا اشوفك التقارير والجسمة تقول لي حقك. الشخص انسجن يعني مؤبد، ليش؟ الله يرضى، لان ما عنده ظهر ينسجن، الفقير ينسجن. زين من لزموه خلاص، حتى يعني نوضح. نعم. من لزموه اخوش ويا هذا التاجر. التاجر كان شايل ويا يعني مثلا كميه من هذه المخدرات؟ لا اخويا ما لزموه يعني شايل ولا شيء. نعم، كان وياه. عرف هو كان كان شايل التاجر. كان شايل. خليني اخدمك بشغله. ها؟ اي لزموه، كان شايل كيلو ونص التاجر، بس اخويا ما لزموه شايل. اخويا لان عرف التاجر شنو اللي يشتغله وقال له راح ابلغ عليك، قبل لا يبلغ علي راح التاجر اشتكى على اخويا، واخويا انسجن. وراها قال لهم ياباني هاي السالفه، انا لين عرفت التاجر جاي يشتغل هاي الشغله حشم يسمع طايحها وهددته اشتكى علي، وما حد صدق بي. انسجن مؤبد، وهذاك التاجر جاي لحد الان بيبيع، وذاك يعني خارج بغداد، يعني خارج السجن وخارج العراق، اصلا طلع من العراق. نعم. لان عنده ظهر. بس المن تحكي دائما الفقير مظلوم. زين استئناف، سويت استئناف؟ لا، رحت اسوي مال التمييز، دبوا تهديد لزوجته، منو؟ ما قالوا لها، قال لها بس منو اللي هدد؟ ما نعرف. ورقه اجتها، ورقه للباب، ورقه للباب اجتها، قالوا لها بس ترحين تميزين الدعوه مال زوجك، يعني نعدل جهارك قدامك. وقعدت وسكت، والتهديد موجود عندها بورقه كاتبينها كتابه مال الحاسبه، ما اعرف شنو، ولا رقم تليفون ولا شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، يا مصائب العراق. نسال الله ان يفرج عن
نعم احنا دائما ناكد انه يعني نطلب نطلب من الله منكم انتم صوت اللي يعني توصلون الصوت مال المظلوم. يا اريد عفو خطيه والله العظيم متبهدلين بالله العظيم متبهدلين ما عدا التعذيب اللي شايفينه هناك. وين اكو قداحه من ربع ب 10000؟ وين هاي صايره بالاسلام؟ وين صايره؟ الله الاحد والله العظيم يقولون اليوم 4 متوفين بالمطار وما حد يقول كلها يقولون كذب كل شيء ما كل. انا بدي اقول لك اكو موجود اكو موجود هذا الشيء بالله العظيم موجود يا اخي والله حرام. يعني ازاي يصير بينا العيب على صدام جانا الاضرب من صدام؟ والله العظيم حرام. يعني شايف فقره؟ شايف فقره؟ نعم الله يعينكم ونسال الله ان يفرج عن كل بريء. خلاص من بغداد ام علي من السويد، تفضل يا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أريد أختصر الكلام. بالنسبة للعراقيين اللي عندهم مظلمة من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، أكو شخص اسمه علي فاضل، ما أدري إذا سمعتوا بيده، ينشر على الفيسبوك، متواصل هو بأميركا عايش، متواصل بالبيت الأبيض وحصل الموافقة على أن يجيب 100,000 شخص، يعني 100,000 معاملة. فهذا الموقع إذا تريدون أدز أو الناس تعرفه أو أنت تعرفوه ما أعرف. هذا يوصل وسري الاسم، هاي كله سري، بحيث بس يدز مظلمته أو بس اسمه البيت الأبيض رأسا يدز له هل أنت فلان؟ نعم هذا إيميلك؟ نعم قبلوها القضية خلاص. يعني صار أم علي، أنا يعني مع احترامي إلى رأيك، زين هم لوم الأمريكان جابونا دول الشلة والعصابة والمصايب، ليش هم الأمريكان ما يدرون إيش دي يصير بالعراق؟ مو هم اللي جابوا دول العصابة؟ مو دي يشوفون قتل المتظاهرين اللي وصل 700 والجرحى أكثر من 30,000 والمعتقلين بعشرات الألوف؟ يعني هي أمريكا سبب الدمار، هي أمريكا سبب الدمار، هي سبب الدمار. هل نعول عليها صح. هل نعول عليها إنهم والله ندز؟ هي أم الجرائم بالعراق، سوت بالعراق. والله والله من حرقة قلبي على هذا شعبي. نعم وعلى شيء يشوفه والله ما دا أعرف شنو أسويه. زين بلكت أقول بلكت مسامع يقول لك يقتله ويمشي بجنازته، هاي هم الأنذال حشاك الأمريكان. زين هاي وحدة. وبالنسبة للسجناء، السجناء شنو من يا دولة؟ مو هم عراقيين دولة؟ زين زين لما دولة عراقيين، أنا أعرف ناس، عدة ناس شخصيا، واحد يطلب واحد فلوس قال له تريد فلوسك؟ ما أنطي فلوسك. سواه 4 إرهاب هدده. ليش؟ الأخ إيه العفو يعني ما دا سمعك تسمعني؟ نعم تسمعني؟ أسمعش إيه. هاي وحدة. وواحد ثاني على عركة بسيطة بيناتهم يهدده ويجيب للقوات هذه، والمرأة إذا زعلت من رجلها جابت له هاي ميسة هاي حكومة. دولة ماكو غياب القانون عدالة والله ماكو. والله يوم الدين. نعم والله يوم الدين ذول القضاة أويل عليهم بنار جهنم وبئس المصير، قعر نار جهنم، نار النار وقودها الناس والحجارة هذول الناس. شكرا لك. انا اشكرك ام علي من السويد كانت معنا. ابو علي من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ترى حتى رصيدنا معدود، شنو اخذي لك؟ تفضل. استاذ عمر. نعم. يعني قبل شويه سياره تفتر هناك طلع السكر، طلع السكر كان على الناصريه. يصيحون عريت تبرعات، عندنا 400 عائله. قاتل جار وقاتل الجار نتيجة من؟ وين الضمان الاجتماعي؟ وين الضمان الصحي؟ الأمال وين ذهبت؟ أمال العصابات المقتلسة تذهب إلى إيران، أمال النفط تذهب إلى إيران، والأحزاب قاعدة تتنازع ما بيناتها على مصالحها، والشعب العراقي بجهة والحكومة بجهة.
أين العمال يا شعب العراقي؟ تروح على هؤلاء فاسدين، هؤلاء دمراتكم يا شعب العراقي. تروا والله العظيم ما تقوم لكم القيامة إذا تكتروا هؤلاء الخرمة، هؤلاء اللي المرتزقة عملاء إيران. الله الشعب العراقي دمره، خطف قتل دمره العراق والخرمة. الله يعين، الله يعين. أبو علي من ذي قار، علي من واسط. علي تسمعني؟ من هولندا العفو، تفضل علي. تحياتي لك. حياك الله، يا هلا بك أخوة، يا هلا بك، تفضل. تعقيبا على الأخت الفاضلة الذي قالت قبل شوية بأن الأمريكان، طبعا هذا الشيء مو جديد. رامسفيلد، في رامسفيلد عندما قال أثناء لقائه بعد هجومه على العراق، يقول لقد جئنا للعراق للبقاء عقود في العراق. لاحظ النقطة المهمة، هيك يوم قالها، لاحظ شلون، 21/3/2003. وبعد ما اجتمع هو في 25/5/2005 في المؤتمر الدولي، عندما وصل إلى بغداد حامل معه أجندة التنفيذ للحكومة العراقية والفائزين في الانتخابات الذي سلان هم الموجودين في السلطة. نعم. هذا منه وزير الدفاع الأمريكي. بوش قال نفس الكلام، قال إحنا لن نخرج من العراق حتى نبقى ولو بقينا عقودا طويلة، يعني ننفذ هذا. فالأخت الفاضلة اللي تكلمت قبل هذا كلامها كان في مكانه، لأن هو مو جديد علينا. تعرف النقطة شلون؟ يجب أن نأخذ الأمور بحواس بكل النقاط الموجودة باتجاهاتها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. مصمم بوش على تدريب، يقول أنا درب العراق، لكن هو دمر العراق مثل ما تفضلت الأخت، وأنا أعقب على الكلام. المظاهرة التي تظهر الآن الذي أجهضت الفكر العدو المتغطرس بنظرية المؤامرة أعطت للشعب العراقي هنا يعني التأكيدية على وجودية بأن طبقات وشرائح هذه الأمة هي قادرة وشجاعة في فرض إرادتها في الساحة. وهذا ما يحدث في العراق. يعني أشكرك أخ علي من هولندا، كان معنا براء من بغداد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أول شيء تحياتنا إليك ولقناتكم، قناتكم الموقرة صوت المظلومين. يا هلا. أنا أخوي معتقل يعني سجن الناصرية. نعم. يعني إذا هم يشرحون ويشوفون الحالة اللي سجن الناصرية اللي بالتنتين بالليل بالثلاثة بالليل يجون، يعني حتى يعني شلون يلزمون سراهم الأطفال والنساء الكبار، حتى إنه للصبح يلا يشوفون ولدهم حتى يشوفون آبائهم، يعني معاملة كلش سيئة وبالبرد وبالصيف، وهذا يعني الحالة يرتى لها. يعني أنا رايحة وشايف حالة يرتى لها، وإضافة إلى يعني حاكمون كلهم على يعني تهم كيدية، وأني من ضمن الناس يعني أخوية إنه هو معتقلينه وحكم القاضي بدون أن يستند على أي يعني على أي شيء قانوني، ماكو أي شهود عليه، حكم معدام بدون أي شيء. يعني يا ريت نطلب من قناتكم الموقرة انه تطالبون بصوت المظلومين، هاي الطبقة المظلومة اللي صوتهم ماكو ما حد يوصل لهم، يا ريت لو توصلوا لهم وشوفوا معاناتهم. نعم والله، دائما اختي براء احنا نتكلم عن المعتقلين والسجناء في العراق دائما. صحيح صحيح، قناتكم هي الوحيدة اللي تحكي عن المظلومين، وهو يعني اخويا موظف بالصحة واعتقلوا يعني تهمة كيدية وبدون يعني أن يستند، قلت لك القاضي حكمه بدون أي شهود ولا أي شيء، حتى يعني محامي ماته ما يدري بيه أنه هو اليوم عنده محكمة. يعني ليش هذا الظلم؟ يعني يا ريت له يعني يستندون على شيء قانوني، يا ريت أنه صار له كم سنة من اعتقلوه؟ شنو التهمة مالته؟ اعتقلوه من 2015 والتهمة مالته تهمة كيدية أنه عندنا استفسار وياه فخذوه من بيته وبدون ما لقوا عنده أي شيء، بدون ما عنده يعني غير لو يكون عندهم أسلحة يقول عندهم في شيء، كل شيء ما عنده وقاعد ببيته، وجاوا اخذوه استفسار يومين هيك شيء، ويعني من اعتقلوه ومن يعني عذبوه. يعني اثار التعذيب مالته بالطب العالي 85% متعرض هو للتعذيب،
كلنا نعرف انه احنا تحت التعذيب حتى يعترفون على قضايا انه هم ما نسويها ولا شافيها ولا وصلها اصلا. ومن اجى القاضي بده يحكم انه الدعوه اللي هو حكم عليها انه الشاهد ماكو، اي شهود ماكو، دورنا على شهود المنطقه ماكو هيجي اسم اصلا. نعم. ليش يسوون هيك تهم تهديدية حتى يضموهم الطبقة؟ يعني نعرف احنا كنا انه هم اهل السنة كلهم بالمعتقلات، فنطالب احنا الحكومة من خلال قناتكم الموقرة انه يتركون الماضي، يتركون الطبقة اللي حكمت بالطائفية، يا ريت انه ينطوهم فرصة جديدة ويعني يبدون صفحة جديدة في ابناء شعابهم حتى يكسبوهم. نعم. بس قبل ما اختم، كم سنة حكم القاضي؟ حكم اعدام بدون ان يستند على اي شيء، ماكو اي استناد، حكم اعدام انه يعني حتى لا. شهود ماكو، حكم على قضيه انه على اساس انه اكو انفجار او شيء، بس انه الشهود ماكو اي شهود، محامي ماكو. زين، وخلال هذه الفتره اللي هو يعني كان يعني على اساس متهم بها انه هو كان اصلا خارج العراق، بس جواز السفر مالته من قدمنا اخذوه بعد ما طلعنا انه قدموا لهم انه هو اصلا كان خارج العراق. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يعينكم، الله يفرج عن كل بريء. والله امين ان شاء الله. وشكرا جزيلا لكم. شكرا. ونطالبكم يعني نعم. تكون داعون بصوت المظلومين، تطالبون الحكومه، واحنا ايضا من خلال قناتكم نعيد ونكرر نطالب الحكومه انه تبدي صفحه جديده ويا ولدهم حتى يكسبون هاي الشريحه، خلي يعفون عنهم، عفى الله عما سلف، يتبعون سياسه عفى الله عما سلف، ينطون العفو العام حتى يعني يكسبوهم، حتى يبدون صفحه جديده ويا ابناء شعبهم. هذا شعبهم يعني مو هم تقول من غير وطن جايين او مودعين بالعراق، هم ابنائكم تعرفون كلهم هم مظلومين، يا ما في السجن مظلومين. نعم. الله يفرج ان شاء الله على كل المعتقلين ويبرد قلوب الامهات والخوات وكل زوجه. الله يعينكم. الله يعينكم. شكرا. شكرا اختي براء من بغداد. مصايب تسمع بالعراق، مصايب تجي لك فد يوم تسمع لك فد خبر سار مفرح ماكو. لا حول ولا قوه الا بالله. ام ابراهيم من الانبار، تفضل يا ام ابراهيم. تفضل. شكرا يا ابو، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. رسالة قبل سنين ما تبي بالشرق ولا بالغرب، أخذوا من مخيم الموسي لحد الآن ما خلينا. أنا ثلاث مرات أخابركم اللي ما بيني وبين خبر. وأنت خمسة أطفال يا أبويا، نسأل الله وأنت يا أبويا أن الله يبحث الله فيهم إن شاء الله من راحوا بي. كم صار لهم كم سنه من اعتقلوهم؟ والله ما ادري لحد الان ما واصل بي الوقت، اخذوا ذاك الوجه وما ادري انا صرت ايش اسوي. نعم. وخمس اطفال بالضبط ومرته، لا لا هاي ولا هاي، والله يا ولدي ما صلينا ما بحثنا ما لقينا هذا. عرفتوا معتقلين؟ والله يا ولد ما نبغون نرجع لحد الان، صار جلسه من حد علي ما لاقينه. يعني ما عرفتوا مكانهم؟ ما ادري والله يا ولد، اخذهم من الموت، اخذهم من مخيم الموت. اي. ولحد الان يا ولد والله ما ادري بالشرق ولا بالغرب، ان شاء الله ان شاء الله وانتم ان شاء الله بكت الله ان نحتر علي. نعم. الله يشكرك يا ولادي، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك، الله يفرج عن كل بريء. احنا دائما ندعي ونقول يعني الابرياء الابرياء، يعني دائما كنا نحكي انه لو كانت هناك عداله حقيقيه بالعراق لكانت وزاره العدل شكلت لجان قضائيه وزاره السجون وفتحت الملفات من جديد واطلعت على هذه الامور. وكثير احنا يعني نسمع ونشوف انه تهمة توقع براس بريء والمتهم الحقيقي والمذنب الحقيقي بالفلوس وبالواسطات ولانه واصل بالدولة يطلع، بس عدالة ماكو بالعراق مع الاسف، مصايب. طبعا خلية الازمة الحكومية اعلنت عن تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات كافة حتى يوم السبت القادم، وفي كردستان العراق مددت السلطات حظر التجوال حتى الأول من نيسان القادم باستثناء الحالات الطارئة لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشار
من انتشاره. طبعا من جانبه قال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي بأن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين للعراق، فإما أن ننتصر على الفيروس كما قال أو يتفشى في البلاد لا سامح الله إذا لم يطبق حظر التجوال بشكل كامل، فيما كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل عن تعرضه لضغوط في ملف إغلاق الحدود العراقية، موجه رسالة إلى الزوار داعيا إياهم إلى المكوث في منازلهم. طبعا اليوم أريد أحكي، يعني صارت معي حالة، اتصلت بصديق عندي، صديق مقيم في إيطاليا، فسألت عن سبب ارتفاع الحالات في إيطاليا. طبعا كما تشوفون أنتم المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التلفاز بأنه الناس هناك أخذوا الأمر باستهانة ولم يقوموا بالحجر المنزلي بشكل صحيح وبشكل صحي. يقول استهانوا الناس وما داروا بال، وظلوا أنه يقول لك لا ماكو شيء، وظلوا طالعين بالشارع وبالكافيهات وبالمطاعم ويروحون ويجون وبالجمات. قال فما أخذوا الأمر بجدية، قال ولهذا انتشر. يعني حتى هو قال أنه شخص جاء من خارج إيطاليا دخل إلى إيطاليا شخص واحد ونشر هذا الفيروس. ومثل ما نشوف اليوم إيطاليا أعلى بؤرة في العالم من ناحية الإصابات ومن ناحية الوفيات. فالحذر الحذر أخواني، الزموا بيوتكم، أقعدوا هاي الفترة، خليها تعدي على خير وسلامة، ونسأل الله أن يحفظنا حتى تعدي. أقعدوا بالبيت، الله يخليكم ويحفظكم. معنا اتصال أم نور من بغداد، تفضلي أم نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أنا على مود قضية السجن، نعم على مود قضية سجينات يعني النساء بالذات. نعم. يعني ليش مخليهم يعني بالسجن؟ ليش ما يطلعوهم؟ هاي عندها أطفال، هاي البريئة المظلومة، زين. نعم. ايوه. منو عندك مسجون من اقربائك؟ من اني عندي بنتي بالشعب الخامس، تهمتها مظلومه والله العظيم، كيديه لا عليها شاهد لا عليها شيء، بس شنو مجرد اشتكاء ما يقبلون يتنازلون عنها يعني. ومن اروح لهم من طينه فصيل نقوم يا بي لا لا هي مو يا قاتل يعني ولا شايفيني بعينه، يا بلو ذابينها العين خل تحترف، يا بمنو تحترف عليه زين، من أثر التعذيب ومن أثر الهاي حتى صرح عبي والله العظيم الله شاه. يعني تهمة جنائية متهميها لو أربعة إرهاب؟ لا مدنية. شون مدنية يعني؟ مدنية نعم. إيش حكم هالقاضي؟ زين حكمها أول ما حكمها مؤبد، أطاها 8 شهر ما عندي أحد يعني اللي يرد بيها، وهذه ميزوها الناب نزلوها إعدام. ليش يعني؟ أريد أعرف شنو السبب يعني؟ لا عليها شاهد لا عليها بصمات، أنت القاضي يعني تمشي القضية يعني قضية قتل أم نور؟ الموضوع يعني قتل. نعم زين، وهي بريئة من عتها والله شاف يعني بريئة لا بيها ولا بس ما عتها أحد يعني زين. يعني صعلت من مؤبد إلى إعدام؟ أيوة. زين شنو السبب؟ ما من أثر التعذيب ومن أثر الهاي صارعتها صلاة زين. نعم بس على مودلين عذبوها وعلقوها يعني بنكة وعلقوها هذه يعني صارتها صرع احتفل قتهم آني ما أجيب لكم القاتل ما أعرف يعني ما شايفة لا ولا شايفة يعني آني القاتل احتفلت يعني زين. وكل ما يأخذونها للقاضي يعني بدقوهم آني وآن القاتل ولا آبهت يرجح القاضي يأخذوها يعذبوها حتى تعرفهم دولة يعذبوها بالأسماء تعرفهم والله العظيم يعني. الله يعينك، نسأل الله نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. نعم نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. أم نور من بغداد. أم فرحان من الشرقاط، تفضل يا أم فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
اخوي يعني عندي ولدي اثنين مفقودين واخوي ابني مفقودين. ولدي اثنين واخوي الكبير. نعم. ايه اخذاهم من 2016 اثنين اعتقلهم داعش وحررتهم القوات الامنيه اخذاهم على بغداد. وواحد اخذاه من سائل الحجاج مختل عقليا. نعم. الو. اسمعك. اخذوهم من 2016 لحد الان ما اعرف مصيرهم. ما شانهم هم قبل؟ ليش معتقلهم داعش؟ اعتقالهم لان منتسبين انهزمنا على القوات الامنيه وقبضوها. ها كانوا بالشرطه. نعم. ايه بالشرطه. ابني صحوه واخوي شرطه محليه. نعم. راجعت السجون؟ راجعت داخليه؟ راجعت سجن الكافي. نعم. ما لقيتوه. والحاسبه المركزيه. أيه. ما حد ينطيني نشده وهسه يقولون بمقر المسمى حايشين ما ادري صحيح كذي ما ادري ما دام دليل ثابت يعني. نعم. وهلكنا والله بحاله ومرتي توفت كم السبب داعش. زوجة ابني حاداهم مطارده. نعم. وماتت صار بها فيروس الكبد وتوفت باسماء داعش. اي. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم ويا شو فرحان والنعم ناشد من خلال قناتكم هذه قناه المظلومين. والله احنا عالم نكبنا سيدي والله العظيم استاذ. نعم. اربع ضحايا الله شاهد راح مني شمسي وولدي واخوي. نعم. لا من اكل ولا من شرب والناشد العالم كله والناس تشكم الناس الخيرين بهذا هالفوضى هذا الوداع بهذا السادر مرحبا. نسأل الله أن يفرج أن يفرج عن كل مظلوم وعن كل بريء. أم فرحان من الشرقاط. لا الشرطي مخلص بالعراق ولا المدني مخلص بالعراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم عفوا وإلى اللقاء بإذن الله.